بالتوب 5 لهالأسبوع. المرتبة الخامسة كانت من نصيب ميشيل. ميشيل بعد غياب طويل رجع ميشيل أزي على لايحة التوب 5. ميشو صرتوا بتعرفوه منيح، خامت صوت قوية جاذبية مسؤولية، وبالبرايم عنده طلة، فمجددا أهلا بهالطلة. في المرتبة الرابعة تانيا. تانيا شخصية محببة ومرحة، حضورها مميز، بتدخل مباشرة على القلب، وتقدمها واضح يوم بعد يوم. المرتبة الثالثة احتلتها بسمة. دخلك لتعيني قدامي تركني رح جن بغرامي، لتنامي عيني لتنامي. بسمة حجزت مكان دايم بالتوب 5، بتقرب شوي بترجع شوي، لكن دايما بمستوى بيلفت الأنظار، وبالبرايم الماضي غنت بإحساس وصدق فبكيوا الناس من شدة التأثر. والتحدي انه تضيف بكل اغنية وكل امتحان شي جديد. كل يوم الشوق بيكبر علي بان. بالمرتبة الثانية آية. آية عم تبرز أكتر وأكتر صوتا وحضورا وفاعلية بالأكاديمية. آية عم تشتغل بثبات وعم بتأكد إنها بتقدر تنافس وبتستحق تبقى للآخر. أما المرتبة الأولى الباش. محمد باش فنان حساس ومجتهد، أثبت بآخر برايم بالرغم من الضغط النفسي والستريس اللي عاشه إنه أدى المسؤولية، ربح التحدي واستحق إعجاب خوليو وإعجاب الجماهير. محمد باش، آية، بسمة، تانيا وميشيل، هودي هني أفضل خمس طلاب لهالأسبوع. انتبهوا منيح، اي دعسة ناقصة او اي خطأ او اي تقصير راح يكلفكن كتير. مبروك للشباب والصبايا، مبروك محمد باش، هيدي تاني مرة بالتوب 1. اول مرة ربحت سفرة على اسبانيا، عبالك شي سفرة تاني؟ عاش في الحال، خلينا نشوف شو ربحت. محمد بتوعدني بتسوق على مهلك، بس فيك تسرع بس بالأكاديمية يعني. محمد 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 لحظة لحظة لحظة، خلاص عنا عالم مسؤولين عنهم هون الليلة، وهي أول مرة عم بتسوق الأكاديمية. خلينا اوكي 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 اوكي، ثانك يو ثانك يو محمد. رولا هيك محمد كثير يسوق الاتي في، اي متى رح يقدر يسوق الاتي في؟ ما بسمع عم اقول محمد هيك محمد كثير ليسوق الاتي في، امتى بيقدر؟ بس هون مثل ما قلتي عندنا مسؤوليه من اجلها لبعدين مع محمد بنقي مع مين على باله يروح مشوار. بس انا بدي ازيد شغلي صراحه، الاسبوع الماضي الكل بيعرفوا انه كان اسبوع صعب. الاسبوع الماضي باش برهلنا قد ايه الواحد بيكون قوي وقتها بيكون في شيء صعب، وبرهلنا باش انه قد ايه الواحد بيكون محترف وقتها بيكون في مشاكل. بيستاهل هالجائزة، بيستاهل اكثر منها، لانه كان الاسبوع الماضي حدا
كل المشاكل. مبروك هزان للباش، واكيد فيك تنقي حدا معك بالاكاديمية وتاخده جزدورة بالاتيفي. مبروك. وقبل ما نتوقف مع بريك بخبركم انه التصويت